مشاهدي ومتابعي قناة أشواق تي في، مرحبا بكم. اليوم معنا الفنان هيثم الهلالي، خليكم معنا نتعرفوا عليه أكثر. هيثم، قرب المشاهدين لك أكثر. هيثم الهلالي مغني ساكن دابا في مراكش، صافي عندي عدة أعمال صراحة اللي لقات نجاح بحال خليل قوة لي قول، أنا وحبيبي، وحنا مازال كاملين، حنا غاديين كنسيروا باش نكملوا الألبوم. كيف ما كنعرفوا انك صدرتي مؤخرا اغنيه جديده، هضرنا على هذا العمل الجديد ديالك، شنو هما الاكراهات اللي واجهوك فاش انت كتوجدوا؟ شوف، اكيد نقول لك اغنيه زوينه للمزاج، ما كنتش متوقع اننا حنا نوجدوها، لانه كما ذكرت من قبل انه الالبوم اللي خصنا نحطو للاسف هذا الشيء دابا اللي كاين تاع السدان ديال لي فرونتيير وداك الشيء، فليكيب اللي خاصها تجي انا باش تشتغل معنا على المونتاج ما يمكنش تجي، لان باش نصوروا ونكملوا مونتاج ايكيب بروفيسيونيل خصها تجي من برا، فبحيث انه سادين ما قدرناش اننا يكونوا معنا هنا باش نخدموا. فكان امين الهواري واقترح عليا الاغنيه وعجبتني، صافي قلت له صافي ماشي مشكل، بحيث انه سجلناها يومين تقريبا، نهار الثالث صورنا الكليب باش نحطوا شي حاجه في يوتيوب باش ما نغبروش عاوتاني. وحنا كنقلبوا على الاراء ديال الناس عليك، كاينين بعض المنتقدين اللي كيقولوا بان هيثم فقط متطفل على الميدان، ما عندوش صوت غنائي، كيخسر على راسو باش يبان. باش نقول لك الحاجه، انا اليوم انا بغيت نخسر على راسي باش نبان، داكشي كنخسر على راسي جبتو من الغناء، دونك كل واحد كيعرف راسو الحمد لله. باش انا كتغني في بلاصه لايف المودة والناس كيجيو كيتفرجوا فيك وكيخلصوا، ماشي شي حاجه اللي هي سهله. باش انني نشد الطيارات ونمشي لبلاد اخرى باش انني نغني في حفلات خاصه وهذا وهذا، ماشي شي حاجه اللي هي سهله. لو ما كانش عندي صوت ما غاديش يجيبوني، يكفي انهم يديروا دي جي. كاينين البعض اللي كيقولوا كيسولوا اشنو الرساله اللي كتحاول توصل لهم فاش كتبان كل مره كتغير اللون تاع السياره ديالك على حساب اللباس ديالك؟ أو فد ما كنغيرش اللون تاع السياره ديالي، ولكن كنشري سياره جديده كل مره، وعادي نورمال، انا كيعجبوني لي فواتور، انا الناس انا كيعجبوني السيارات، فعادي انا اليوم العمر ديالي كيسمح لي انني نعيش اكثر ما غادي يسمح لي انني لا كبرت، فالحمد لله انه عندي انرجي، عندي طاقه، خاصني نعيش دابا ونشوف وهذا ونعرف الامور. فالا شريت سياره دلعت نفسي مره ما فيها باس. كاين حاجه اخرى من جهه اخرى، عادي يمكن انا عندي شي حاجه اغلى من سياره اللي تقدر تبان لك حاجه نورمال، ولكن يعني كما تيقول لك سبيشال ماني فور سامثينغ ايلس. كاينين الناس اللي كيقولوا بلي لو ما كانش الفيديو كليب اللي خدمتي مع غيتا نيفا ما كنتيش غادي تبان، كان هي السبب الرئيسي باش انك تبان. شوف نقول لك، غيتا انسان الله يعمرها دار، فاش انا درت معاها الاغنيه ماشي اللي اختارتني، انا اللي قلبت عليها وانا اللي اختارتها، بحيث انه كانوا مقترح عليا اسماء بزاف كيغنيو الشعبي وقدر انني نجيبهم باي ثمن كلف، ولكن غيتا نيبا الاغنيه اللي درت معاها كانت اغنيه سامبل بسيطه جدا، اغنيه فيها حب، اغنيه فيها فيلينغ، لانه غيتا صراحه انسان الله يعمرها دار وفنانه وتستاهل كل خير. ولا كانوا الناس يقولوا بانني انا يراني بنت على ظهرها، اليوم انا كنتابع غيتا بزاف الناس معاها في ستورياتي كاينه في الامارات، علاش حتى هما ما باينينش على ظهرها؟ فهمتيني ولا فهمتينيش ولا لا؟ وشنو العلاقه اللي كتجمعك بجواد قنانه؟ جواد قنانه انسان الله يعمرها دار، صاحبي دات سيت يعني بحال خويا نورمال. رجوع الاعمال ديالك، هضرنا على الاغنيه اللي صدرتي قبل اللي معنونه بزين. اكيد اغنيه زين من كلمات شاعر الامارات علي بن الشيخ، اللي انا ملي سمعت الكلمات صراحه
فيهم فيهم كاين موضوع. فهذا الحاجه اللي صراحه اللي مفتقدينها هنا في المغرب ما كايناش، انه كيجي عندك انسان كيبيع لك اغنيه ولا كيقترح عليك اغنيه، نلقاو في هذا الاسلوب الزوين، ما تعطيكش اغنيه اللي فيها كلام فيها لحن فيها موضوع. اغنيه موضوع كيعطيك اغنيه كيقول لك هذه كوميرسيال هذه مخدامه، زين اغنيه للمزاج الا سمعتي الكلام وفهمتي الكلام اغنيه واو. ولا لا سمعتيها ولا ما سمعتيهاش؟ ها حسن جدا. شنو الراي ديالك في الواقع ديال الفن المغربي حاليا؟ رايي في واقع الفن المغربي من اشمن ناحيه، من جميع النواحي. وداك شيء كثير، وكل واحد تيحط راسه في واحد الخانه هو مسؤول عليها. اليوم انا حطيت راسك في خانه في خانه النجوم، النجوم غادي تكون نجم. الا حطيتي راسك في قائمه المشاهير غادي تكون انسان مشهور. الا حطيتي راسك في قائمه الفنانين غادي تكون فنان. فكل واحد شنو باغي من الفن. للاسف كاينين الناس كما ذكرتي عليا في الوقت ديال السؤال انني انا ما كنعرفش نغني، كاينين الناس معروفين دابا في المغرب، معروفين عندهم ارقام بالملايين، ما كيعرفوش يغنيو، ما كيعرفوا لا مقامات، ما كيعرفوا حتى شي حاجه ما كيعرفوها. فللاسف انا هذا سؤال بالجد طرحي عليا يمكن تيبان لي انه لا حنا وجهنا لك انت شنو كيقولوا الناس، ماشي داكشي ديالنا حنا. على راسنا من عندك الانسان اللي غادي ينتقدني انه انا متطفل على الفن، هذا غلط كبير. كاين مغنيين بلا ما نذكر لك الاسماء، مغنيين وخصوصا مغنيات اللي كيغنيو بلا ما يعرفوش كيغنيو، ما عارفين والو على الموسيقى، ما عارفين حتى شي حاجه. جاو صافي ها اللي هز بندير، ها اللي هز دربوكا، ها اللي هز هذا، صافي بسلامه الله يعاون الله يعاون، ها اللي جاب قرض، ها اللي جاب ما نعرف اشنو ياكل الا. اشنو كتوجد للجمهور ديالك؟ اكيد حنا دابا بصدد اننا نحطوا الاغنيه الرابعه من الالبوم، اغنيه زوينه كنتسناو ان شاء الله غير هاد لي فرونتيير يحلوا باش تجي ليكيب اللي خاصها تخدم معايا تكملوا. انا عندي الاغنيه اوريدي ولكن التصوير مازال ما صورناش، فكنتمنوا انهم يجيو باش انا نكملوا المشروع وتكون اغنيه للمزاج. وديك الساعه تحكمي، ديك الساعه ديري لايك ولا ديري ديزلايك، عندك الحق وعندك الحريه ديري اللي بغيتي. كلمه اخيره للجمهور ديالك. شكرا جزيلا، وكنشكر اي واحد يدعمني بكلمه زوينه، وحتى الا كانت خايبه ماشي مشكل، اللي غايقول كلمه زوينه كيقولها من الداخل تاعو لانه زوين، واللي كيقول كلمه خايبه كيقولها من التربي ديالو اللي بحالو. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.